طيب انتوا ما حد استفاد منه حاجه في ده؟ جدا. كل مره كل مره بيستفاد حاجه. طب انا ممكن ايه؟ ممكن احنا كده واحد واحد يعني كلنا كلمتين على حاجه هو استفادها؟ ماشي. اللي يحب ماشي. نبتدي من عند رحمه نلف. كل حاجه عجبتك؟ ايوه. استفدت من القصص والحاجات دي والرسم والحاجات دي. عجبتك؟ اه. وقدرت تنفذي منها حاجه؟ اه. جربت حاجه من القصص تنفذيها؟ اه. زي ايه؟ زي القصص الحقيقيه. الميكروفون طيب. والاخ يعني. ماشي يا رحمه اتفضلي. انا اخويا كان الاول كان بيعمل معايا كده وانا برضه كنت بعمل معاه كده. في الاخر ماما جت وقالت لي ان انتوا الاثنين اخوات لو المفروض تحبوا بعض، لو حد دعم التاني المفروض. زي الاول فعلا. دي حاجه جميله قوي بصراحه. ايوه. بحب الرسم زمان وبحب ارسم. ايوه. عندك اي اقتراحات علشان حاجه نزودها، حاجه نقصها، حاجه نعمل فيها حاجه؟ ما عندكيش حاجه؟ طب وفي حاجه مثلا عجبتك قوي مثلا في قصه وجربتيها ولا حاجه؟ ايوه. لما بنقول الحق. حاجة جميلة. اتفضلوا. لا عجبتني لما احنا بنرسم يعني، واتعلمت من حاجة ان احنا ما نضربش اصحابنا ما نزعلهمش، لو زعلوا احنا نروح نصالحهم. بس اتعلمتي كده ازاي؟ في حاجة مثلا معينة هي اللي خلتك تحسي كده؟ دي اصلا عمرها ما بتسيب العيال كلها ضرب. لا بس هي بتقول لا احنا لا، هي بتقول ان هي في حاجة جديدة مش كده؟ مش كده؟ برضه اتعلمت لما احنا بنقعد نغمض عينينا. اتعلمتي حبيتي لما بنقعد ونغمض عينينا ونعمل تمرين التركيز؟ تجربي تعمليها لوحدك ولا ما ايه؟ لا بجربها لوحدك. بتجربيها؟ بتحسي بايه؟ بحس ان انا سعيده. سعاده؟ الله دي حاجه جميله قوي. ها مين بقى؟ احنا كده لخبطنا الدور بس انا متاكده ان كل واحد عارف دور. لا على فكره يلا مش مشكله. اه يلا اتفضلي. عندك حاجة عايزة تقوليها؟ عجبتك حاجة في البرنامج؟ اه. ايه؟ انت كنت بتقولي وانا كنت بروح انفذه مع اخواتي. احنا كنا بنقول لك ايه؟ لما انت حكيت ان احنا نبقى متعاونين وكده، رحت هما لما يكون اخويا عاوز حاجة اقوم مديها له واسيبها انا واشوف حاجة تانية. بس يعني انت بتبقي بتعملي كده وانت مبسوطة يعني؟ اه. كنت الأول بتبقي زعلانة؟ اه. وبعدين دلوقتي بقيت والتمرين لما دنيا اختي بتكون زعلانه اقول لها اعملي التمرين ده. تمرين ايه؟ اللي احنا كنا بنعمله. التمرين بتاع الهدوء؟ اه. طيب كويس. واختك اتعلمته منك؟ اه. حاجه حلوه. كل يوم بتعمله. كل يوم بتعمله؟ وانت كمان بتعملي معاها ولا بتعمليه لوحدك ولا ايه؟ لا انا وهي بنعمله مع بعض. يعني عجبك التدريب دوت؟ اه. طب وبتحسي بتعمليه وبتحسي بعده بايه بقى؟ بسعاده. بتبقي مبسوطه؟ ياه دي حاجه جميله فعلا. كل الحاجات اللي بتقولوها حاجات حلوه قوي. احنا كلنا نحب نسمع. انا كنت في الاول يعني انا وعمي اخويا كنا بنتخانق مع بعض، بس كان في قصه حضرتك قلت ان احنا نتعاون مع بعض، احنا الاخوات ده احنا اخوات ما نسيبش بعض يعني. في قصه على فكره مش فاكره القصه دي. قصه ايه؟ احنا فاكرين. انا فاكره بس انا من ساعه ما حضرتك قلت عنه بس احنا كنا بقينا بنحب بعض ونلعب مع بعض على طول. بس انا مش بيكون قصدي اقول لكم تعملوا حاجه، انا بيكون قصدي انكم تبقوا مستريحين بس وانتوا بتعملوا الحاجه. وانت حسيتي انك بتعملي التصرف دوت انك مستريحه وفرحانه؟ حلو قوي. طب ايه رايك في الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض؟ حلوه. اكتر حاجه عجبتك فيها ايه؟ التمارين انهون التمرين بتاع احنا بنغمض عينينا عجبك قوي. بتجربيه لوحدك؟ بتجربيه وبتحسي بايه؟ ساعات بحس ان هي ان انت ايه؟ طايرة. الله دي حاجة جميلة. كلها كلها اللي يحب وانت يحب اللي يحب. حد يلعب شريف؟ اتفضلي يا شريف.
احنا نمشي بالصحبة بالعافية وما نكذبش، وكمان ان احنا نغمض عينينا ونتخيل احنا في ملكين بنكون بنحبه مع اصحابنا. ايوه، وعلى طول نكون مبسوطين وما نزعلش، ولو حد خسرناه نعرف نصالحه. طب ولو زعلنا نعمل ايه؟ لو زعلنا نعمل حاجه ممكن تفرحنا. ايوه، فكده نوري تصحى. نوري تصحى. يعني احنا لما بنكون زعلانين نوري بتكون مايحه. وانت بقى جربتي تصحيها مره وكنت بتبقي زعلانه؟ تقولي لنا جربتي ازاي؟ غمضت عيني وتخيلت ان انا مع اصحابي وعايز ورحت مكان بحبه. وقعدنا نلعب سوا. بعد ما فتحت عينيا حسيت اني فرحانه وما زعلتش. الزعل راح؟ واخويا صالحته، عشان انا اللي كنت زعلانه مني صالحته وبس. والزعل، وكنت زعلانه وعملتي كده الزعل راح فعلا؟ دي تجربة جميلة، تجربة حلوة قوي. كل التجارب اللي هنا الحقيقة رائعة، احنا نفسنا نسمعها كلها. حد عايز يقول لنا حاجة تاني؟ طبعا احنا في لقاء صحفي، اتفضل. نعم حبيبتي، انا عجبني حضراتكم في البرنامج. احنا اللي عجبناك في البرنامج؟ طب والحاجات اللي بنعملها مع بعض؟ اكتر حاجة عجبتك ايه؟ ما يكون لسه بيفكر فيها الدنيا لغايه عنده. مكان حلو جدا النهارده. لما دخلت جوه قلبكم؟ طب بتحبي تعملي الحاجات دي لوحدك بقى، اتعلمتيها ولا لسه؟ بتعلمها وبعملها لوحدي. بتعمليها لوحدك؟ بتحسي بايه بقى وانت بتعمليها لوحدك؟ بتحسي بالسعاده. السعاده حاجه جميله. نتمنى ان كنتوا تفضلوا ايه، تفضلوا تعملوا التدريب دوت فعلا، لان هو تدريب جميل قوي. طيب في حد تاني عايز يقول لنا حاجة؟ أنا عندي بس سؤال. أنت إيه؟ أنت عايز هتقول لك لازم نسمعك كل واحد. التمرين اللي كان في الدايرة. بس أنا عايزة أقول إيه؟